السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الـ View Attribute. لو أنا دلوقتي مثلا راسم أي شكل من الأشكال، وليكن مثلا مستطيل بالشكل دوت، تمام، وراسم مثلا شكل برجن اهوت، بحدد مثلا عايز 6، الريدس كام، الميثود ايه، الاريا، وهكذا. رسمت واحد مثلا بالشكل دوت، وقول مثلا هرسم قوس. احدد القوس، طبعا بيقول لك ستارت، نقطة البداية، نقطة السنتر بتاعتي اهيت، وبعد كده همشي بالقوس مثلا بالشكل دوت، أي شكل يعني، تمام. طيب بعد كده عايز أشوف بقى موضوع الأتريبيوت. ممكن أجي هنا من سيتنج أقول له فيو أتريبيوت، أو أجي هنا هيفتح لي الفيو أتريبيوت ديت. دي بقى الحاجات اللي ظهر، يعني مثلا عايز أخفي الجريد، يخفي الجريد، عايز اللاين ستايل، عايز مثلا أظهر الاكس والواي ديت، لو في باك جراوند، لو في تكست، كل الحاجات تقدر تخفي وتظهر كل العناصر. ده مفيد جدا في البرزنتيشن. عندك إنارة تقدر تخفيها وتخفيها وهكذا. الجريد لو في مثلا شكل جواه فيل مليان يعني زي هاتش، يخفي ويظهر وهكذا. تقدر تخفي وتظهر كل العناصر اللي موجودة في المشروع.